أعلنت مصادر أمنية عراقية عن دخول قوات جهاز مكافحة الإرهاب إلى مركز تجاري شرق مدينة الرمادي، وعن تمكن القوات العراقية من قتل 17 مقاتلا من تنظيم الدولة الإسلامية. وقال اللواء إسماعيل المحلاوي قائد عمليات الجيش في محافظة الأنبار غرب العراق إن قوات الجهاز تمكنت من الدخول إلى مركز منطقة تجارية، مشيرا إلى أنها اشتبكت مع عناصر تنظيم الدولة. وأضاف المحلاوي أن طائرات التحالف الدولي والطيران الحربي العراقي استهدفت مناطق ومراكز تابعة للتنظيم بالمنطقة.